عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديده، فلوج جديد، احداث جديده في القناه. ايوا اليوم غادي نشارك معكم بزاف ديال الحاجات اللي خرجنا اليوم، تقدينا شي حاجات، شي حاجات من بيم وشي حاجات من كارفور، ومشيت اليوم لصايبه التفرين. المهم شوفوا الديزاين اللي درت هاد المره، هادي درت عوينه، واول مره ندير هكايا لون كيكون فاتح. بقات عليا السيده عندك تقولي لي الاحمر، قلت لا لا اصلا انا حيدتهم هكا دوك الاحمرين، تعصبت صافي وحيدتهم. ايوا مشيت صايبت هادو، عجبوني، بقى في هاد الاطراس ديال الحنه، عجبني هاد اللون هذا اللي صايبت ليه الصراحه هاد المره، عجبني الديزاين ديال العوينه، مكيبانش مزيان فوكس. المهم ديزاين زوين، حيد الفوكس ماشي يبان. المهم ديزاين ديال العوينه زوينه، كيجي حتى هاد الجديده هادي بحال هكا. ايوا صافي، جبت شي حاجات لسيليا من بيم البارح، واليوم مشيت لكارفور تقديت بزاف ديال الحوايج نشاركهم معكم، حيت كانوا خاصني صراحه بزاف الحوايج، وخلاص دابا العطله، يعني كنبغي شي حاجه اللي نقضي بها هكا انا وسيليا في الدار، راكم عارفين. وما غتدي لا لانش بوكس لا والو، الوغ ما تقديش داكشي ديال ليكول، تقديت غير داكشي اللي كنحتاجو في الدار وصافي. وجيت دابا غادي ندير ماكياج، زيد زعما راه دايره الماكياج، عرفتي شنو هو الماكياج؟ هو الماسكارا، ما درتش ماسكارا، ايه نسيتها والله ما دايرها، شوفوا نسيتها ملي كنا خارجين، اعوذ بالله من الشيطان تخيلوا كنت حاطه كلشي قدامي، شوفوها نسيت ما درتش الماسكارا، هديك حلت عينيا هكا من برا صافي، ودرت الانانايزر ديالي لوتخي صافي، اللي نسيت ما درتش الماسكارا، شوفوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسيت ما درتش الماسكارا. ايوا المهم درت قريناتي بحال هكا، قريناتي قال لي هادي القبيله ديال كارفور، كدلي ديري دوك القرينات كدليهم على ودنيك، كتسمعكي ما كتسمعينيش ملي كنقول لك هذيك لا ولا بركه. ايوا صافي. المهم نسيت الماسكارا، زعما غادي نمسح دابا غير هاد الايلاينر هذا، وغادي نمسح وجهي واخا ما فيه والو، والغوج على ليفغ اللي كنت دايره، غندير ماكياج وجهي، غندير معكم واحد لا روتين اللي كندير دائما، مي اليوم غادي نزيد عليها واحد الحاجه اللي هي غندير لوجهي الفيتامين سي، حيت هاد الايامات هادي مع العيا وديكشي ما كنعش، راكم عارفين على حسبتي ليا كنفيق بكري، وكملت وجملت اليوم الله يخليكم، ياك اليوم عطله، يعني راه شدوا العطله وخلاص اصلا الويكاند، يعني السبت اليوم فقت لينا مع 6 الصباح، شنو بغيتي سيليا؟ شربت دولو، شربت دولو حتى شربت، شنو بغيتي؟ انني شويه كتناني حدايا، شويه كتقول لي مامو نوضي نلهبو، زعما نوضي نلهبو، اسيدي ماشي وقت اللعب هذا ناسي، قالت لي نوضي نلهبو عافاك، نوضي نلهبو اللي ما بغيش تدي ليا هكا نوضي ولا نحيح. ايوا المهم ماشي مشكل، نشارك معكم بعدا داكشي اللي تقديت، واحد نجيو باش ندير ماكياج وجهي، نبدل حوايجي، نشارك معكم لا روتين ديالي اللي كندير، ولا كلشي كيسولني الصراحه على الروتين اللي كندير لوجهي، سيرتو انني ما كنديرش ناتياز خلات سيليا، وليت كنخرج بوجهي حمر اختي، كندير غير البوماده ديالي في الدار ملي كنعرف راسي غادا لشي بلاصه ما فيهاش الشمس، كندير غير البوماده ديالي اللي كندير في الدار صافي، كنزيد عليها غير ماسكارا ولا اللي ما درتهاش اصلا اليوم اللي نسيتها، وكندير ايلاينر مره مره لا غوج علي انا با صافي. هادشي اللي كاين ولي اختي عجبوني، تفريني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. ايوا المهم بلا ما نكثر عليكم بلا بلا، نوريكم شنو تقديت باش نقاد تقضي كل حاجه في بلاصتها، واحد رجع باش نديرو لا روتين ونبدل حوايجنا، حيد القرينات هادو اللي عاجبيني. ما دير روينه الكوزينه، جبنا الخبز من المخبزه، هنا اول حاجه الحليب، راكم عارفين ضروري انا كنحتاج 6 لتر ديال الحليب في السيمانه،
على حسب سيليا ولا حسب ناتا. حنا ولا ملي كنحتاج ندير هكا نصايب شي حاجه في شي كريب ولا شي بانكيك ولا شي حاجه كنحتاجو، لقيت هادو اليوم في كارفور دايرينهم في واحد البلاصه اللي كيديروا في هذاك الشيء اللي ليكيد، اللي كيديروا في هذاك الشيء اللي بروموسيون. هادو ب 16 درهم الوحده، خديت جوج دي سالادي بحال هكا، خديتهم صراحه على قبل سلطه ولا على قبل اي حاجه هكا كنحطوها جوج، الله يجعل البركه. ما بغيتش ناخذ اكثر برينغلز اللي غناكلوها دابا مع الفيلم. شنو اخر؟ هنايا خديت بانطوفات، لقيت بانطوفات اليوم دايرين ليهم ثمن زوين. شحال خديناهم هادي لهادو؟ 40 درهم. ايوا المهم 40 درهم، شحال 40 درهم عمري ما ننسى. ايوا المهم ان هي هاد البانطوفات هادو حمقوني صراحه، عسكريين في الغوص، لقيت فيهم النمره 40 ولقيت 42. خديت 42 علاش؟ باش غادي نلبس تقاشر مثلا فوق البرد ولا هذا يبقاو رجلاتي مريحين، حيت هما كيجيو عندهم هاد اللعيبه هادي طالعه، الو خصهم يجيو يعني رجليا يجيو لداخل، ما خصنيش نعفس هكا يخسروا، فهمتوني؟ وفي نفس الوقت نلبس تقاشر واخا يكون غلي وضين في البرد، ما زعما ما يخسروا لي شيء. صافي خديت هادو حتى هما، هادو كيطلعوا في الرجيله كامله يعني كيتلبسوا، هادو بحال لي موكاسان، هادو في الزريرق غزالين. انا كناخذ البانطوفات شتي هادو مازال راه خديتهم هنايا عندهم الثوب، انا كناخذ بانطوفات بحال هكا عرفتو علاش؟ باش واخا كندخل بهم للدوش ولا شي حاجه وكنخوي الماء ولا نسياق ولا هذه، حيت راه ما كنجلسش باش زعما ما تقاسليش البانطوفه. دابا هادو ما صالحينش ليا للدوش نهائيا، ما صالحينش ليا زعما نشقى في الدوش. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للبانطوفات ديالي هادو اللي خديت. وعاد خصني نكيل العادل حتى هو ان شاء الله شي بانطوفات. هنايا اول حاجه طحين، هذا خديته على قبل الكيكه والحلوه وداك الشيء راكم عارفين، هذه مقلوبه عادي. خديت لي شوفو دونج ديال السفه. فوالا هنايا شحال كاين؟ 28 غرام. شحال وانا نكيل زعما بغيت نكمل غير كيلو ساعه، يلا 28 غرام. خديت فخوماج، فخوماج ديال لي ساندويش. فوالا هادي موكا وما لا يعرفوها، بشويه هادي بشويه بشويه، ويلي كدر معايا وريحه الحوت شم ورا انت اللي كتشم. خديت موكا ديال سميتها موكا لي بونبون ديال القهوه، يا ما دوزنا بها في الصغر. كان واحد الطبيب حدانا كنا كنمشيو ندوز، كيعجبني الحال تديني ماما دوز لي عنده عرفتو علاش؟ كيعطيني لي بونبون هادو كيعطيني هادو دوك القوينه هادي ديال القهوه تا هما اللي كيكون غير ديالهم قوي ديال ماكاو. هي طماع طماع. سيليا خدات الفلون سقات لي عليه رغم انه عندي عرام ديال الفلون باقي ما صايبتهمش. خديت رايبيات زيد، خدينا الكونفيتور ديال ديليسيا ديال الكيلو، خصني ليه بواطا. هادي كناخد مورفين كناخدو ديال 94 ومع 96، ولكن هاد المرة باقي عندي خديت غير ديال 64 وما كاينش خلاص ما لقيناش في كارفور. فوالا هنايا خديت هاد لي شامبينيون هادو، ما بغيتش ناخد لي مقردين، خديت هادو هكا طريين عاد نقردهم انا. ياوخت خدينا هادو، حلا عليا هادو خدينا هادو حيت مخلطين فيهم لي فخوي. سيليا كل مره شنو كتقولها كاع انتها، مره تقول لك فلايز، مره تقول لك بانان، مره كل مره وشنو دماغها تيقول ليها، مره تقول لك سوغيز. ايوا خديت لها هادو فيهم وقيلة الحامض، شنو كاين اخر؟ هادي لي فخوي مخلطين فيها بلو بيري ستروبيري. فوالا هادي شنو فيها؟ هادي فيها المونغ وهادي فيها المونغ. فوالا خديت لها هكا هادو مخلطين باش يكون عندها لو شوا زعما. صافي وهادي كنت شتها شحال، هادي كنت شتها واقيلا واش بشي 80 درهم 85 درهم شي حاجه بحال هكا. خليتهم حتى داروها في ديك البلاصه اللي قلت لكم كيديروا فيها ليكيداسيون، خديتها غير ب 36 درهم ولا ما عرفت 30 درهم، حيت خاصاني هكا كنهاشي بها الربيع وداكشي. صافي هادشي اللي خديت الروينه، خصني صايب هادشي كولو في بلاصتو، كل حاجه تقاد في بلاصتها. وخديت هادو نسيتهم، خديت ما ديوش على هاد البيسوس هذا يلاه حطو عادي. خديت الحوت ديال البانغا، خديت هاد خوي دوميغ اللي كيقولوا لها شي ناس عادي
لا فخوي دماغ خدينا فخوي دماغ في حلقة ديال هكا مخلطين ما بين الكروفيت من الكالامار هذا سوريمي يعني مخلطين وبوزروك حتى هو خوي دماغ لا حول ولا قوة الا بالله. خديت هذا الكالامار هذا اللي كيجيو هكا يا خوي تمت وصافي هذا مكان هذا مكان هذا زمان هذا يدي يروي انت نغسل يدي بعدا من ريحه الحوت ايوا صافي ناكلو وما نشمش ريحته شخلا هذاك ونجمع هذا الشيء ونقاد كل حاجه في بلاصتها ونعاودو نتلاقاو.